السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حوار خاص جدا يمكن هتشوفوه مكرر معايا الأيام اللي جاية. أهلا وسهلا بكم وكل من يتابعنا من عشاق ومتابعي ملعب الشمس في كل أنحاء العالم وكل أنحاء جمهورية مصر العربية بصفة خاصة والوطن العربي. يمكن لموضوع الأندية الشعبية والجماهيرية والكلام الكتير عن الأندية الشعبية والجماهيرية خلاني أفكر مع فريق العمل إن إحنا نعمل حاجة مهمة جدا جدا، إن الأندية الشعبية والجماهيرية لا تقف عند أندية القسم الثاني ومعاناتها المالية ومشاكلها وكل ما يحدث على السطح في ظل الإمكانيات المالية التي أصبحت ضخمة وتقف عائقا أمام المنافسات لدى الأندية الشعبية، بل لمجرد أن تعيش عندها أزمة لمجرد أن تعيش. خضنا معاكم معركة دوري المحترفين ده ومعركة أندية القسم الثاني، وزي ما انفردت معاكم ما فيش كلمة قلتها لكم طلعت غلط، الحمد لله. نحن نأتي إليكم بالمعلومة، عارفين بنجيبها منين، رأس مالنا المصداقية والثقة في الله ثم في حضراتكم، وعشان كده ربنا وفقنا. لما نروح للأندية الشعبية والجماهيرية ومعاناتها ونتكلم مثلا عن طنطا ونتكلم عن كفر الشيخ ونتكلم عن السويس ونتكلم عن المنصورة ونتكلم عن الترسانة ونتكلم عن أسوان الهبط من الدوري الممتاز ونتكلم عن هذه الأندية العريقة ومنها الكثير، لازم نقف قدام أندية لازم نحافظ عليها عشان ما تجناش في القسم الثاني تحت ونعاني علشان تطلع تاني لفوق. كان لازم نحاول نجمع أجندة إلى متى ستظل الأندية الشعبية والجماهيرية تعتمد على محبيها ومن يديروها، وإزاي نتحول إلى فكر مختلف تماما يحمي هذه الأندية من التآكل. لكن ما نبصش نلاقي الأهلي والزمالك بس في الدوري الممتاز والباقي جايين لنا في القسم الثاني، وعلشان يطلع حد منهم من القسم الثاني للدوري الممتاز تلاقي ضيف شرف ثم إلى زوال. علشان كده هذه القضية المهمة جدا كان لازم أبدأها بحد يجمع ما بين الاثنين، مزيج ما بين الإدارة وما بين حبه لناديه وما بين مش عايز أقول التبرع ولا الصرف، لأن أنا شايف أن الأندية أكبر من أي أفراد، ولولا أنه مؤمن أن ناديه أكبر من أي أفراد ما ضحى من أجل نادي أي حد في أي نادي على مستوى الجمهورية. معي ومعكم في بدايات هذه الحلقات اللي هتشوفوها معايا من كل الأندية الشعبية والجماهيرية في كل أنحاء مصر، وشرف أن يكون البداية من هنا من الإسكندرية حيث أتواجد على بعد مسافات قليلة ما بين زعيم الصغر وسيد البلد الاتحاد السكندري الذي يسكن في أعماق وقلوب كل المصريين على مستوى الجمهورية ومستوى الوطن العربي. ومين ما بيحبش الاتحاد؟ ومين ينسى تاريخ الاتحاد؟ ومين ينسى مجد الاتحاد اللي خلانا نحب اسكندرية أكتر من عشقنا لاسكندرية كتير وكتير، يعني زاد الحب محبة وأكتر من حبنا في نادي الاتحاد. اسكندرية في قلبي على المستوى الشخصي وبحبها جدا جدا جدا. معي ومعكم السيد الموقر المحترم محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري. و بص يمكن انا بتكلم معاه حتى قبل الهوا قال لي بص مش عايز ده رجل اعمال ولا الاتحاد اكبر مني لكلنا، احنا بنتفانى في خدمه نادي الاتحاد. اتكلمنا في الكواليس يمكن اول مره انا الشرف اني انا اتعرف عليه واقعد معاه. هذه النماذج ربما نكون افتقدناها كثيرا، أن تحب ناديك لأنك تعشق هذا النادي وتجد ذاتك عندما تضحي من أجله. محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الفتح وأحد أهم الوجوه، عايز أقول الشابة العاشقة الإسكندرية ونادي الاتحاد، منذ أن جئت إلى الإسكندرية وإحنا يعني أنا بسجل إعجابي الشخصي بكل الناس في الاتحاد طبعا على المستوى العام، ولكن بصراحة جلست مع رجل لديه فكر ولديه رؤية واعدة، والاتحاد لما يكون في ناس زي كده لازم تطمئن لمستقبله. محمد بيه أهلا بيك معنا في ملعب الشمس مع عبد الناصر زيدان. أهلا وسهلا أستاذ عبد الناصر، أنا اتشرفت بحضرتك ووجودك في اسكندرية ووجودك امبارح في المؤتمر الصحفي بتاعنا، دي طبعا كانت حاجة جميلة جدا، واهتمامك دايما بالأندية الشعبية والجماهيرية
ويمكن حضرتك في المقدمة شرحت كلام كتير ازاي الأندية دي هم عصب كرة القدم، الجمهور هو رقم واحد دايما بنقوله مش رقم 12 زي ما احيانا كانت الناس بتتكلم. فأولا انا سعيد بوجودي مع حضرتك النهاردة، وبعدين احنا بلديات يعني. اولا انا سعيد جدا، اول مرة ازور الفرع الرئيسي الجديد، وعايز اقول الرئيسي لان هو اكبر من الفرع القديم، ولكن القديم يظل تاريخي. ومن هنا ابدأ ماذا يعني مقر جديد لنادي الاتحاد او فرع جديد لنادي الاتحاد في اسكندرية، وكيف يكون من خلاله الانطلاق بفكر استثماري جديد. والله يا استاذ عبد الناصر احنا يعني انا مع بدايه الدوره دي كان ليا شرف التواجد طبعا مع الاستاذ محمد مصلحي والمجموعه، بنحب طبعا في البدايه بنشكره. ومش الناس دايما بتقول ان انا دايما في كل لقاء بتكلم على الاستاذ محمد وبثني على ده، انا على فكره انا بتكلم بديله جزء من حقه مش حقه كامل. الاستاذ محمد بصراحه بيقوم بعمل جامد ومجهود جبار، وده حقه علينا لانه فعلا مع خبرته مع وجوده في العمل العام وخاصه في نادي الاتحاد بقاله اكتر من 25 سنه، فهو على درايه بكل الامور، وللامانه لا يدخر وقتا ولا جهدا ولا مالا في ان هو دايما يبقى سبورت للنادي. وهو على فكره من الناس اللي حببتنا في وجودنا في العمل في جوه مجلس الاداره، وكان احد الناس اللي رشحتني، وده كان شرف وفخر ليا طبعا ان انا اتواجد معاه. وان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه الناس هتشوف حاجات كويسة جدا، خاصة مع حضرتك بتتكلم فرع النادي الجديد. فرع النادي الجديد ده كنا حصل لنا الشرف ان احنا قابلنا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي في رمضان اللي فات، وكان حصل كذا جلسة. نادي الاتحاد ما بقاش مقتصر النادي الشعبي فقط، نادي الاتحاد بقى نادي شعبي جماهيري اجتماعي. النهارده عدد الاعضاء النهارده بقى بيعدي علينا في حوالي 50، داخل في حوالي 50,000 عضو. فالنهارده التوسع في الناحيه الاجتماعيه مهم جدا، خاصه اللي حضرتك بتقوله بدانا نتكلم فكر استثماري. حضرتك امبارح دخلت وشفت النادي بالشكل الجديد والمقر الجديد، محتاجينه عشان العدد في الشاطئ بالمساحه هناك صغيره جدا، محتاجينه كتير جدا عشان يعمل التوسع اللي نقدر نخدم بيه اعضاء نادينا، لانه طبعا وجود الاعضاء معانا مؤثر جدا جدا جدا، خاصه انت عارف حضرتك نادي الاتحاد هو زعيم الثغر واكبر نادي يمكن في اسكندريه شعبيه. فخلاص النهارده لازم نتجه الاتجاه دوت، وده حاجات من الحاجات اللي مطلوبه جدا ان احنا نشتغل عليها. وده يمكن كان الفتره الاخيره كان حصل دروب كده اللي تم علاجه من خلال معالي الدكتور اشرف صبحي معالي الوزير والسيد اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه، في ان احنا بنعمل اسس ان هم لازم يقفوا معانا ويساعدونا في تكمله الانشاءات اللي موجوده هناك. المحافظه طبعا من حيث التراخيص، والوزاره من حيث انهاء الاجراءات. انهاء الاجراءات، وخاصه معالي الوزير وعدنا بدعم في الانشاءات، لانه ده متاح ليه في الميزانيه بعد ما الميزانيه تفتح بعد 30/6، واحنا حقيقه مستنيين يعني. وانا عارف ان هو معالي الوزير قد كلمته وان شاء الله هينفذ معانا الفتره الجايه. خلينا اقطع حضرتك هنا في حته مهمه جدا، يمكن الدوله قرارها واضح انها لا تدعم كره القدم خصوصا في انديه الدوري الممتاز، ولكن كانت توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحه. ويمكن في 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 خلال حواري مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي انا بحييه، اكد على ان فخامه الرئيس اعطى اهتمام في 23 ان هذا الموسم هو بدايه اهتمام بشكل خاص بالانشاء في الأندية الشعبية والجماهيرية. فده لازم نأكد عليه ونقول ان الاتحاد محتاج طفرة إنشائية. انا شفت وانا بزور مع محمد بيم صلحي ومعاكم للفرع الجديد، يحتاج فعلا الى وقفة لمزيد من الإنشاءات. وسيادة اللي هو محمد شريف صديق العزيز محافظ الإسكندرية عليه برضي الإسراع في التراخيص، لان ده هيفرق معاكم، لان انت مهم جدا اقف المبالغ المستهدفة حتى ولو بالتقريب عشان الناس تعرف والمسؤولين الاتحاد رايح لفين. طبعا مع حضرتك برضو يعني احنا حتى بالنسبه للجانب التسويق العضويات الجديده، ودي حاجه مهمه جدا من اللي بتدخل لنا موارد دخل، الناس لازم تطمئن ان احنا شغالين وشغالين بقوه في الفرع النادي الجديد عشان
يقدر نبقى سبورت لينا ان احنا الناس يبقى عندها الثقه دايما انه في حاجه بتتعمل. صح. فانا انت طول ما انت شايفني ان انا بعمل حاجه اكيد انت مش هتتاخر ان انت عندك اقساط هتدفعها وعندك عضويه جديده. صح. هتقدر خاصه انت عارف الانديه الحكوميه الانديه دي دايما بتبقى عندها ميزه انها العضويه بتورث والناس تبقى مطمنه بخلاف الانديه الخاصه. يعني احنا عندنا كان ناديين في اسكندريه اكاسيا واللاجون والانتين انتهوا، يعني الناس عملت عضويات وخلاص، هي انديه خاصه، الانديه دي اصبحت بلا وجود. فوجودك داخل نادي وخاصه باسم كبير زي اسم نادي الاتحاد بتاريخه وعراقته، وانه نادي في الاخر ما هوش نادي مستهدف للربح، هو في الاخر هو نادي اجتماعي ونادي رياضي وجزء من تاريخ اسكندريه. طبعا طبعا ومصر. فان شاء الله انا متفائل الفتره الجايه يعني مع مجهود الاستاذ محمد وباقي اعضاء المجلس مع معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ومعالي محمد الشريف، فارى فرصه ان شاء الله ان الدنيا دي هتستقر باذن الله. طب محمد، بص، حلو قوي استفادتك من مروان عطيه في التوقيت ده، لماذا لم نرى ذلك في مبولولو؟ يعني انت مبولولو وصلت لمرحله فيه من التوهم لازم تبيعه في التوقيت ده، ولازم الناس تفهم ان انا بكلمك بالمفهوم ده، ده استثمار مش تفريق فريق، لانك انت نادي شعبي وجماهيري من ضمن استثماراتك جزء منها بقى لعيبه. بص، هو موضوع مبلولو يمكن كان في رؤيه فنيه خاصه، يمكن لما اتكلمنا انا والاستاذ محمد والكابتن طارق وبقيت اعضاء المجلس، يعني مش هقول لحضرتك طبعا اكيد محتاجين فلوس مبلولو، مبلولو جايب رقم زي ما الاستاذ محمد قال امبارح في المؤتمر الصحفي، لكن ممكن يكون احنا بصينا على الاحتياج الفني. طب مين ممكن يبقى موجود يقوم بدور مبلولو؟ انتوا بصيتوا على حاجتين، لا اما فنيا يفضل، لا اما يجيب رقم معين انتوا حبيتوه. بالظبط. فاحنا قلنا طب مين البديل؟ يعني كنا حاطين خطه متوازيه ان في حاله مبلولو ما يتباع لازم حد يجي بديل، وبديل يبقى قوي بنفس قوه مبلولو، خاصه مبلولو لما تيجي تحسب من عدد الاهداف اللي جابها سواء كان في صناعه في صناعه الاهداف او في الاهداف، لا هتلاقيه بيمثل نسبه كبيره جدا من اللي عمله النادي الاتحاد السنه اللي فاتت. فالناس اكيد النهارده مطالب ان انت لما تمشي لعيب زي ما بيقولوا ان حد على الاقل لو ما كانش احسن بيقولوا في نفس المستوى. فطبعا كان الخيار صعب في الوقت ده، ان انا اجيب حد يقوم بنفس الدور، اعتقد في الساحه زي ما حضرتك قلت هداف الدوري واقرب حد كان ورا مبلولو كان بعيد جدا، فهو ده اللي كان. في النهايه بتتكلم في 60 مليون جنيه، يعني مليون ونص دولار. اكيد الرؤيه الفنيه في الموضوع طاغيه على كان الجانب المادي، فده اللي قاله عليه الاستاذ محمد يمكن امبارح في عز احتياجنا ان احنا نبيع مبلولو، كان احتياج الفريق ليه ممكن يكون اكبر من في الناحيه الفنيه اكتر من اضحي ماليا، خاصه انه كان هيحل لنا ازمات كتير. انا مش هقدر انكر انه كان هيحل لنا ازمات كتير، لكن خوف دايما الاستاذ محمد وحرصه ان الفريق دايما يبقى يظهر بالمظهر اللائق والمشرف، خاصه ان احنا عندنا كمان الضغوط عندنا اكبر من اي نادي، ان احنا عندنا حوالي من 18 ل 19 لعبه، وده طبعا بلوت عندنا. طبعا حضرتك يمكن كان ليك السبب في كلمه حضرتك امبارح في المؤتمر، وقلت حاجه كويسه، قلت ازاي وحضرتك قريب من الدرجه الثانيه وانت لامم المواضيع دي كويس، اللعيب الجعان كوره. مثلا احنا لما نبص لتجربه انبي السنه اللي فاتت، وانبي يمكن تخطيطنا في الترتيب السنه دي بعد ما كانوا اقل مننا كتير، يعني قريب من مشروعكم الجنين. اي بالظبط، اللي هو ايه، طب انا فين يعني التحول. النهارده حضرتك لما الكابتن طارق والاستاذ محمد امبارح اتكلموا على اللعيبه الافارقه اللي تحت السن مع الخمسه الكبار الثمانيه، اللي هو ازاي انا اقدر اجيب لعيب النهارده سنه صغير واقدر ادخله جوه الفرقه واجيب لعيبه من الدرجه الثانيه وادخلها جوه الفرقه، واللعيبه دي السنه الجايه بعد ان احنا متوسمين خير في الكابتن طارق وفي قدرته الفنيه ان هو يقدر يرفع المستوى. هذا المشروع تكلفته المبدئيه كما اعلن 120 مليون جنيه. يعني استاذ محمد 120 ل 150. بالظبط. من المفترض يبقى عندك التزامات انت حاليا مطالب بيها واحنا قاعدين دلوقتي تصل من 35 ل 40 مليون. ده مبدئيا 25%. ازاي تم توفير هذا المبلغ؟ وازاي انت بتتعامل حتى مع تاخر فلوس الرعايات مع احتياجات الفريق؟ لان ده مهم، انت بتتكلم في مشروع من 3 لـ5 سنين، وعايز تقول للناس انك انت محتاج تعرف مدى المعاناه اللي بيعانيها مجلس الاداره في جمع المقدرات الماليه لهذا المشروع عشان يكمل. بص، هو
يعني الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا. يمكن السنة اللي فاتت وبداية المجلس الجديد اللي أنا كنت متواجد فيه، ويعني بدأنا الأستاذ محمد للأمانة يعني هو أكتر حد بيساعد في الموضوع ده، في الدعم المادي بتاع الموضوع. الأستاذ أحمد عبد الجليل رئيس المجلس، الأستاذ محمد خميس، يعني بيبقوا عاملين يعني زي لجنة كده مجلس مصغر، اللي هو بيبقى فيه رجال الاعمال بتاع الفلوس يعني بتاع الفلوس. والامانه الاستاذ محمد يعني بيحاول على قد ما بيقدر، ولو بيبقى في حاجات ناقصه احنا بنساعد، وكلنا للامانه ما نقدرش نتاخر لا عن الاستاذ محمد ولا عن نادي الاتحاد. بس طبعا هو كان وصل لمرحله خلاص، احنا كنا وصلنا السنه اللي فاتت، وده فعلا اللي كان سبب من اسباب الاستهلاك بتاع الاستاذ محمد. كنا خلاص يعني فعلا كله بيطلع فلوس، مفيش خاصه في ظل الازمات الاقتصاديه العالميه واللي من ضمنها مصر، وانت عارف التحول السنه اللي فاتت اللي حصل في كذا تعويم مع ارتفاع تكاليف، ارتفاع سعر الدولار، مع الحرب الروسيه الاوكرانيه. فطبعا ده طبيعي ان انت هتتاثر، حتى لو كنت انت مثلا عامل في حساباتك انك ممكن مثلا تدعم النادي بمبلغ ما، خلاص حجم الضغوط الاقتصاديه خلتك والانفاق عائل. طبعا. فاحنا يعني بنسايس امورنا، الاستاذ محمد او بقيه الزملاء يعني اللي موجودين معانا الافاضل، يعني بنحاول نضغط في هذه القصه على قد ما نقدر. الاستاذ محمد بيتصرف، حد من الزملاء بيساعد، فبتقدر الدنيا بتمشي لحد سواء دخلت مدخلات او ما دخلتش او مستنى، فالموضوع بتعدي يعني. لكن الامانه يعني مفيش حد فينا بيقصر. لو بس عشان مهم ان انا بحب لغه الارقام، لو قلنا نسبه المداخيل او الايراد لنادي الاتحاد قياسا بالمنصرف اللي بيتجمع من المجلس، نقول 10% و90% من المجلس ولا 25 75؟ يعني انت مثلا مدخلات المجلس مثلا حوالي 20-25 مليون جنيه اشتراكات مثلا، اللي هي الاشتراكات السنويه بتاعت الاعضاء. تمام. لما تيجي تحسب حضرتك على الكلام اللي قاله الاستاذ محمد، حوالي 45 مليون الباسكت على 120-130 مليون جنيه الكوره، يعني انت حضرتك بتتكلم في تصل الى 200 مليون مثلا او 180 مليون. يعني 200 مليون نقول مثلا 70-30-80-20 كده. الناس بتتكلم على ان احنا مثلا غاويين شهره وغاويين ان احنا موجودين عشان نتشهر. انا موجود في العمل العام وموجود، يعني انا معظم لعيبه الكوره في الوسط اصدقاء شخصيين ليا، وناس اعلاميين كبار زي حضرتك وزي مجموعه الناس اللي موجوده كلها اصدقاء واخوات وناس محترمه، مش محتاجين ان احنا يعني الواحد يصرف ده كله عشان حد يعمل له شو. انا بهني صديقي العزيز الدكتور احمد ابو زهره مصطفى، طبعا الحفيد الثاني. شرف شرف. الحفيد الثاني. البنوته اللي صورتها دي. ده يا حبيبه قلبي دي. هل انت كاسره بقى وعيله بتجد فعلا ضيق عندما تجد من يهاجم بجهل او مش فاهم حاجه، او حتى لمجرد خلينا بواضح الذي ينتقد، هناك فرق ما بين ينتقد حبا في الاتحاد هذا مرحب به، ولكن الهجوم على السوشيال ميديا بيلي ابواب كتير، الابتزاز، التقليل، هل ده بيأرق الاسره؟ والله بص، انا عايز اقول لحضرتك يعني يمكن الاستاذ محمد كان ليه تجربه سابقه، ومن ضمن الحاجات اللي كان دايما بيتكلم فيها عشان خاطر الولاد. طبعا. فانا على فكره انا كان ولادي معارضين جدا ان انا يعني ان انا انزل انتخابات، وان انا اتعرض في العمل العام اللي حضرتك بتقوله ده. احنا يعني مش ناقصنا حد يتكلم، ولكن انا بقالي النهارده سنه ونص تعليمات واضحه وصريحه لاي حد في الاسره او الناس المحيطه بيا، ما حدش يرد على اي حد سواء على بوست او على منشور او على اي حاجه في اي وباي وسيله اعلام، اي وسيله سوشيال، ما حدش يخش مهما كان اللي بيتقال. مش عايز ادخل في القصه دي خالص، يعني حته ان انا حد من ولادي يرد وبتاع، ساعات يجوا يكلموني يبقوا متعصبين. انا الحمد لله عندي اتزان نفسي وسلام نفسي، انا عارف نفسي سواء اللي انا بقدمه ده او اللي انا موجود فيه النهارده ده فضل كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. فده ضريبه كلنا بندفعها، ضريبه العمل العام، انك زي ما حضرتك بتلاقي ناس ليها مصالح شخصيه، ناس ليها اغراض، الناس ما بتحبكش، وطبيعي يعني ده ما شيء لازم تقره في الحياه.
لكن الحمد لله يعني انا الحمد لله عايش في سلام مع نفسي، ما بدخلش الامور الشخصيه دايما في حته الشغل خالص نهائي يعني الحمد لله. طيب يبدو ان نفس الفكر اللي انتوا اشتغلتوا بيه مشروعكم مع قارئ العشري مقرر في السله، ان دي صاحبه الشعبيه الكبيره ايضا الاسكندريه. يبدو ان في تحول من مجلس الاداره لفكر مختلف للحفاظ على الانشطه وال 18 20 لعبه اللي في النادي طبقا لمعايير وصرف كبير جدا وعدم وجود امكانيات. نقول للناس بقى مجلس الاداره خلال الفتره القادمه تصوروا ايه لهذه النماذج اللي احنا بنتكلم عنها زي كره القدم زي السله زي الطايره وباقي اللعبات؟ بص حضرتك طبعا هو استكمالا للمشروع اللي حضرتك قلته، طبعا يعني احنا الكابتن احمد عمر طبعا يعني صولاته وجولاته في الخليج ووجوده الفتره اللي فاتت دي كلها، طبعا برضو ابن من ابناء النادي، فطبعا الموضوع فعلا يعني يستاهل ان انت النهارده تدور على ابناء النادي. يمكن ده كانت الناس دايما بتقول ليه ما بنجيبش ابناء النادي، ليه ما بدهمش فرصه، احنا هم موجودين وابناء النادي موجودين سواء في الباسكت اللي هي طبعا بالنسبه لنادي الاتحاد هي ام البطولات. لك ان تعرف انا قريت بنفسي بعد المؤتمر ان في ناس بتراهن ان طارق العشري ممكن يمشي بعد ماتشين ثلاثه، يعني رغم كل اللي بيتقال. عشان كده تلاقي انا في حواري معاك دايما باكد ان في مشروع يحتاج الى اسكندريه كلها تقف جنبه وليس حتى اللي مش محب للكوره. بس والله بص يا استاذ مصر، انت عارف ان عندنا الثقافه برضو الكرويه صعبه جدا. انا يعني حضرتك مستر اليكس فيرجسون قعد قد ايه في مانشستر يونايتد؟ يعني سنين. الناس دي لما تقعد بتتكلم عنها بتقعد تتخيل قد ايه الناس استحملته في اخفاقات كتير جدا، وهو احد مطوري الكوره حاليا كمان. طبعا فانا بقول لحضرتك احنا بيبقى عندنا الموضوع الضغوط بتمارس علينا بطريقه غريبه الشكل. هل فيها شق شخصي؟ لا طبعا. من احد الحاجات الرئيسيه المهمه عشان نقدر اخر كثيرا في الاتحاد. طبعا كابتن امام محمدين طبعا كان من اصحاب هذا الفكر معاه مع الاستاذ محمد، كان جه قبل ما المجلس الجديد ده يجي قبل ما انا اكون متواجد، والحقيقه برضو بنحييه وبنشكره لانه برضو كان من اصحاب المدرسه اللي هو ازاي نقدر نطلع من قطاع الناشئين ونجيب لعيبه من اللعيبه الصغيره او لعيبه الاقاليم انها تدعم الفريق الاول مع القوام الاساسي. بالظبط مع القوام الاساسي، ودي تجربه زي ما قلت لحضرتك هو كان برضو موجود في نادي انبي، وده يمكن متطبق عندهم ان هم جابوا لعيبه من اول يوم ظهروا في الدوري الممتاز. يمكن كان كل اللعيبه على فكره ما جابوش لعيبه في ساعتها من الدوري، ما جابوش لعيبه من الدوري الممتاز. هنعمل ايه لانه هيوديك لحاجه بختم فيها الملف ده؟ قطاع الناشئين بقى في ظل التحول انك انت عايز تستثمر في البيع والشراء عشان تشيل عن كاهلك الصرف الكتير وتغيير هذا الكم كل سنه على حسب رؤيه اي مدير فني معاك، قطاع الناشئين بديت تتعامل معاه ازاي في ظل هذا المشروع؟ ايوه مع البدايه كانت يمكن حضرتك اولا الكابتن طارق العشري بعد ما جه قال ان انا 2003 ما كانش مشترك جمهوريه، طلب ان احنا تشترك في بطوله الجمهوريه وان هو يبقى مسؤول ومشرف على هذا الفريق، يعني بالمدرب بتاعه يبقى تبعيته للكابتن طارق العشري، وده يمكن بدايه المشروع اللي حضرتك بتقوله، بدايه ازاي يبقى في دعم. انه الفريق على طول اللي هو السن الاقل من الفريق الاول هيبقى تقريبا كابتن طارق شبه متواجد معاهم. باقي القطاع طورتوا فيه؟ باقي القطاع موجود، ابناء النادي كلهم موجودين، طبعا رئيس القطاع الكابتن محمود عز، وده طبعا كان شغال تحت ايد الكابتن امام محمدين في الفتره اللي كان موجود فيها الكابتن امام، كان الكابتن محمود عز معاه، وطبعا الكابتن محمود من الناس برضو الناس المحترمه والناس اللي ليها خبرات، خاصه في انه الفتره اللي قعد فيها الكابتن امام كان موجود متواجد مع الكابتن امام والكابتن محمود. فالامانه هو برضو راجل صبور وبيقوم بدوره، وبرضو الترشيحات الناس السنه دي اللي كانت موجوده كل ابناء النادي بندهم فرصتهم وناس على اعلى مستوى. يمكن السنه اللي فاتت كان فريق 2005 حقق بطوله الجمهوريه، دي كانت بقى لها فتره كبيره جدا ما حصلش جوه النادي، سنين يمكن تتعدى عمر الواحد يعني فرق الناشئين تاخد بطوله من الجمهوريه، كان في ظل وجود الاهلي والزمالك سيراميكا
انبي طلائع الجيش، كان كل ده موجود. فريق كان 2007 كان خد المركز الثاني، ودي برضو من الحاجات اللي كانت بالنسبه لنا كانت نقطه ايجابيه. والسنه دي احنا بنحاول نكمل، يعني موجودين برضو في مراكز قريبه ما بعتناش، لكن انا شايف ان مش الفكره في قطاع الناشئين ان انا اخد بطوله، الفكره في قطاع الناشئين انه يطلع لي الخمس ست لعيبه. لو قدرنا كل سنه ناخد ثلاث اربع لعيبه بس، ده هيبقى في حد ذاته نجاح. رسائلنا الاخيره، وابدا برساله اقول لك على الاسم والسرعه تطلع معانا على الشاشه. رساله للاستاذ محمد مصلحي. استاذ محمد مصلحي حد زي ما قلت وبقول يعني اخ وصديق وانسان، وكلمه انسان دي يعني تحط تحتها 30 خط. طبعا بنشكره دايما لمجهوده ووقوفه. مجلس الإدارة من أحسن الناس اللي أنا قابلتها في حياتي والله، يمكن تعرفت عليهم في فترة قريبة، لكن للأمانة الناس كلها محبة للنادي جدا، الناس كلها بتتعامل بأخوية وشفافية، وكلنا فعلا حريصين إن احنا نبقى تيم وورك واحد. يعني عايز اقول لك يعني الحمد لله من الحاجات الجميله جدا ان احنا دايما ما تليش عندنا مشاكل، مفيش حاجه عمركم ما سمعتوا بصراحه قافلين على نفسكم. بالظبط بالظبط بالظبط. فان شاء الله دايما مكملين كده مع بعض في الخير يا رب ان شاء الله. طيب جمهور نادي الاتحاد. هو ده بقى يعني ده لب الموضوع. بص يعني جمهور نادي الاتحاد اللي هو الجمهور الفعلي، الناس المحبه للنادي، الناس اللي حضرتك بتقول دايما انها بتنتقد لحبا في النادي وعشقا في النادي مش للمنفعه او او او. بقول لهم خليكوا ورا الجمهور. انا بزعل جدا انا واستاذ محمد وبقيه اعضاء المجلس لما بيبقى عندنا ماتش هنا في استاد اسكندريه او في استاد البرج مع الاسماعيلي او المصري او الاهلي والزمالك، ان نلاقي جمهورنا دايما اقل من كل الناس. حتى الجمهور لما بيجي جمهور الاسماعيلي والمصري من الاسماعيليه وبورسعيد يبقى الجمهور لا. فبقول لهم انتوا رقم واحد، انتوا مش رقم 12، جمهور الجمهور الجمهور، وكلنا كلنا بنعمل ده كله لنادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد. اسرتك انت معاك كام اولاد وبنات؟ انا عندي ولدين وبنتين، البنتين الكبار والولدين الاصغر يعني. مراتي طبعا بقى دي ربنا يخليها لي يعني، وبالمناسبه كان عيد جوازنا امبارح. ولادي طبعا بقى مش عايز اقول لك هم كلهم صحابي يعني، على فكره فيش غير عمر الصغير الحمد لله بطل من ابطال فروسيه في نادي سموحه يعني. ان شاء الله نشوف له حاجه كده كويسه قريب يعني في بطوله دوليه، على طول دايما محقق نادي سموحه بطولات. بقول لهم اتحملوني شويه، انا عارف ان انا غايب عنكم، بس يعني ان شاء الله الفتره الجايه كده اوعدكم ان الدنيا تستقر وابقى معاكم اكتر يعني. ده بس عشان لفت نظري بس، لان الكتيب ده بصراحه او المجلد ده فخم جدا وشد انتباهي، ويبدو ان محمد يعني قلت لكم في البدايه عاشق بقوه لنادي الاتحاد وبشكل اكثر من رائع. وهنا العملات اللي كانت على مدار العصور فيها اسم نادي الاتحاد ومكانه نادي الاتحاد، وزي ما قلت لكم انا شخصيا بحب نادي الاتحاد على المستوى الشخصي، واتمنى له كل التوفيق وكل السلامه، ودايما ببقى سعيد مع كل فوز وانتصار لسيدي البلد وزعيم الثغر نادي الاتحاد، وكل التحيه لجمهوره العظيم في كل انحاء الوطن العربي. سعدت بحضرتك وشكرا لوقتك. انا اسعد والله معانا، نورتنا وشرفتنا. لا ده انا اللي والله خدت من وقتكم وانا اللي متشرف بيكم، وبشكر فريق العمل الرائع لما حضرتك ده طبعا، بعد ما بشكر حضرتك طبعا اكيد يا استاذ عبد الناصر. كل الشكر والتقدير لكم اعزائي المشاهدين وصديقي العزيز الاستاذ احمد عبد العزيز مدير مكتبنا في الاسكندريه ومعد هذه الحلقه، وصديقي الذي رافقني في هذه الرحله في الاسكندريه صديقي العزيز الاستاذ سامح الفيومي، والشكر ايضا موصول لمدير التصوير وصديقي المحترم، واعتقد انه هو كمان هيقوم باخراج هذه الحلقه، هتعجبكم طبعا جدا وائل عزت، ولكم مني كل التحيه وكل التقدير. معكم من الاسكندريه وجولات مهمه جدا ان شاء الله عبد الناصر زيدان وبرنامج ملعب الشمس.